بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا الطلبة في المحاضرة الخامسة من مختبر الكيمياء العملية كلينيكال بايوكيمستري. معكم حسين الأسدي من فرع الكيمياء الحياتية في كلية الطب جامعة جابر بالحيوان الطبية. أهلا وسهلا بكم. اليوم محاضرتنا اللاب 5 بخصوص Determination of Uric Acid. حتى ندخل بالتيست لازم بالبداية نعرف شنو اليوريك أسيد أو شنو الميتابوليزم اللي إجا من عند اليوريك أسيد وكيف صار production of uric acid. فاليوريك أسيد is a heterocyclic compound of carbon, nitrogen, oxygen and hydrogen with the formula C5H4N4O3. يقصد بالهيتيروسايكليك أي أنه هي غير متجانسة بتركيب المواد بالنسبة للكربون والنيتروجين والأكسجين والهيدروجين. لذلك تشوفون الفورمولا 5 atoms of carbon and 4 from hydrogen, 4 from nitrogen and 3 from oxygen. لذلك تكون هتيرو cyclic compound. Uric acid is the product of the metabolism breakdown of purine nucleotides. هنا يحدث ميتابوليك للبريك داون اوف بيورين. البيورين راح يحدث لها بريك داون اند كونفيرت انتو ذا يوريك اسيد بواسطه الاكزانثين اللي هو الفاينل انزيم اللي هو الاكزانثين اوكسيديز. لكن شنو هو البيورين؟ البيورين هو الانسيشال كومباوند اوف نيوكليك اسيد، والنيوكليك اسيد نقصد به الدي ان اي اند ار ان اي. لذلك هذا البيورين اللي هو عبارة عن قواعد النيتروجينية بالنسبة لنيوكليك أسيد اللي هو قلنا الانسيشال كومباوند أي القاعدة الرئيسية له، والمحتوى الرئيسي الدي ان اي والار ان اي هو بيورين. وكنا نعرف وإن شاء الله راح تاخذون بالوراثة بالنسبة للثيامين وكذلك اليوراسيل للار ان اي والأدينين والجوانين والأدينوسين. هذا بالنسبة للبيورين، وقلنا البيورين هو الانسيشال كومباوند من عندها راح يصير بريك داون يتحول الى يوريك اسيد. اليوريك اسيد كان causes significant health problem leading to kidney stone when it build up in the kidneys and to gout. هنا انا شنو يقصد به؟ هنا اقصد بيها انه اليوريك اسيد بشكل عام يكون عندنا معلومه انه هي ايون اند سالت. هذا الايون والسالت يكون اليوريت اللي هو يوريك اسيد اللي هو جاي من البريك داون مال البيورين. لكن اليوريك اسيد will be dissolved in the blood، ومن البلد يروح لي الى go to kidney يصير له فلتريت بواسطه جلوملاي اند ليف بودي ثرو ذا يورين. سو if not leave the body through the urine and deposit and accumulation inside the kidney, this lead to two problem. The first problem هو kidney stone and the two problem هو go to the joint and accumulation as crystal uric acid in the joint lead to gout اللي يؤدي الى داء النقرس. اذا يا اما kidney stone او داء النقرس، هذا بسبب عدم التخلص من اليوريك أسيد الزائد الموجود بالجسم اللي هو يفترض by the kidney and leave one release into the urine. لكن إذا بقى بالجسم هذا راح يسبب لي يا إما kidney stone أو الجوت اللي هو داء النقرس. يوريك أسيد فورميشن، سكون نعرف احنا هذا اليوريك أسيد فورميشن من اجاني. عندنا ال AMB وعندنا ال IMB وعندنا GMB. هنا هن ذني البيس اوف، هنا بيس اوف جوانين والبيس اوف انوسين والبيس اوف الادينين. هذا الأدينين نيوكليوتايد اللي هو عبارة عن بيورين اللي هو الانسيشال كومباوند اوف دي ان اي او ار ان اي، هذا راح يتحول بفعل انزيمات معينة
الى ادينوسين، والإينوسين يتحول الى إينوسين بعد تحوله بعد ذلك الى الهايبوكسانثين، والجوانين يتحول الى الإكسانثين. هذا الأدينوسين والإينوسين والجوانين معا يتحول الى يوريك اسيد، لكن قبل لا يتحول الى يوريك اسيد هناك خطوات يجب ان نعرفهن. هو قبل تحولهن الى يوريك اسيد يجب ان يتحول الى الأدينوسين، تحول الى إينوسين، والجوانين دايركت كونفيرد انتو إكسانثين. لكن الأدينين لا يتحول، كان نوت دايركت انتو إكسانثين. So the adenosine converted into inosine والإنوسين يتحول إلى هايبوكسانثين. بالتالي الهايبوكسانثين سوف يتحول بفعل إنزيم هايبوكسانثينيز إلى إكسانثين. كذلك الجوانين يتحول إلى إكسانثين. وبوجود إنزيم يدعى إنزيم الإكسانثين أوكسيدينيز سوف يتحول إلى يوريك أسيد، وبالتالي هذا هو الناتج النهائي إلى الناتج النهائي الى انه يكون ليوريك اسيد. لكن هذا اليوريك اسيد يكون احيانا غير ذائب في الدم، لذلك احيانا يتحول الى شكل معين يدعى الالونتوين. هذا الالونتوين هو عباره عن انترميديتد metabolic او metabolic intermediated in human and organism، يعني هو يكون الوسيط الايضي لاغلب او كل الكائنات الحيه من ضمنها الانسان. يكون ذائب في الماء وذائب في الدم، لذلك هذا الالونتين مهم جدا، وفقده في الانسان بالحالات الوراثيه يؤدي لي الى تجمع اليوريك اسيد بالجسم، بالتالي يسبب لي البروبلم اللي هي الستونز والجولد. اليوريت از فلتريتد ثرو ذا جلوميولاي، مثل ما قلنا اليوريك اسيد يتفلتر عن طريق الكلى، عن طريق الجلوميول الكويبات اللي هي الكلى تحتوي على عضي معين يدعى الجلوميولاي اللي هي الكويبات، and reabsorbed in the proximal tubule ويحدث له إعادة امتصاص بالproximal tubules التيوبيول البعيد. هذا الreabsorbance من يصير امتصاص الى لليوريت يمتصه كأنتي أوكسيدينت مضادات أكسدة للاستفادة منه بالجسم، لذلك اليوريك أسيد لا يخرج don't release all the uric acid into the urine but some of urate reabsorbance in proximal tubules and use as antioxidant. وبعد ذلك من يصير عندي قلة بالبيورين اللي هو أدينوسين مونوفوسفيت اللي هي AMB والإينوسين مونوفوسفيت والجوانين مونوفوسفيت، ذني من يصير قلة باليوريك أسيد راح يتحول تباعا إلى جوانين وإينوسين وأدينوسين، وهذه الأدينوسين تتحول إلى إينوسين والإينوسين تتحول هايبوكسانثين، وكذلك بعد ذلك تتحول إلى إكسانثين. أما الجوانين يتحول مباشرة إلى إكسانثين وبوجود إنزيم، قلنا أعيد لكم إياه بشكل سريع، إنزيم يدعى الإكسانثين أوكسيدينيز يتحول إلى يوريك أسيد. وهكذا تستمر السايكل أوف يوريك أسيد إنسايد ذا بلاد. بعد ذلك قلنا نعيد اليوريت يروح للفلتريت للجلوميولاي and most of absorbance راح يروح لوين؟ للبروكسيمال تيوبيولز، وبالتالي يستخدم كأنتي أوكسيدنت. كأنتي شنو؟ كأنتي أوكسيدنت. اليورينريشن أو يورينري إكسكريشن is slightly lower in male than female.
يعني الافراز بالايميل بالرجال اكثر او اقل بقليل من النساء. ليش؟ بحكم انه الميل contain concentration of uric acid more than female، لذلك يحتاج او الاحتياج مالته من اليوريك اسيد اكثر more than female، لذلك افرازه الى الخارج يكون اقل.75% of urate leaving the body in urine، يغادر الجسم في اليورين، and remaining 25% passes into gut، يعني يذهب للأمعاء وبالتالي يصير هناك بالأمعاء استخدامه وهو وإذابته في الدم. طبعا قبل نروح للpurpose of uric acid test، بالنسبة للإنزيم الإكسانثينيز أوكسيدايز اللي هو إنزيم يعمل على كتالايز اليوريك أسيد from إكسانثين and hypoxanthine، يعني هذا الإنزيم الأوكسيجينيز أو العفو الهايبو إكسانثين والإكسانثين من يرد يتحول إلى اليوريك أسيد بوجود إنزيم قلنا إكسانثين أوكسيدينيز، هذا الإنزيم which catalyzes formation of uric acid from إكسانثين والهايبوكسانثين قلنا. هذا الإنزيم تيرن يكون مثل المفتاح لتشغيل production أو produce of uric acid from urine، لذلك الإكسانثين أوكسيدينيز يكون لارج إنزيم الأكتيف سايد أوف ميتال، يعني الأكتيف سايد مالته كل إنزيم بأكتيف سايد من عنده، هذا الأكتيف سايد هو اللي يعمل ويشتغل. الأكتيف سايد مالته هو الميتال مايلوبينيوم بوند تو سيلفر أند أوكسجين، هذا أنا ما أريدكم بشكل عام تحفظوه لكن أكون أنطيكم معلومة إنه الأكتيف مالته هو الميتال مايلوبيديم هذا وكذلك معاه السيلفر، هذا هو الاكتيف سايد اللي يفعل الاكسانثين اوكسيدينيز. طبعا اليوريك اسيد شو وقت احنا الجسم يعمل على بريك داون ذا بيورين انتو يوريك اسيد، عندما يكون انسايد ذا بودي هايبوكسيك كونديشن، عندما تكون الهايبوكسيك كونديشن اللي هو لو اوكسجين ساتوريشن، الجسم تلقائي بشكل اوتو راح يعمل على degradation of purine into uric acid. هسا شنو هو purpose of uric acid blood test؟ اولا هو most common the test used to diagnose the monitor people with gout، يعني اشخص وأراقب الأشخاص المصابين مع داء النقرس. قلنا داء النقرس هو accumulation of uric acid inside the joint اللي داخل المفصل. الثانية الأشخاص المصابين بالكيموثيرابي اللي يستخدمون الكيموثيرابي or radiation treatment العلاجات الإشعاعية ناخذهم اليوريك أسيد، ليش؟ لأنه بالكيموثيرابي والradiation treatment concentration of uric acid يكون هايبر مرتفع. بعد check kidney function after an injury، اي اسوي check up فحص للكدني لوظائف الكدني kidney function بعد ما يكون عندي جرح. find the causes of kidney stone، اشوف اسباب الكدني stone if this from uric acid or other matter. diagnosis kidney disorder، وكذلك عندنا الهايبر يوريسيميا راح نعرفها شنو. شوف من اهم الشغلات هي الدايبيتس داء السكر باعتبار يصير خربطة بالهرمونات الجسم، الجوت داء النقرس، عندما يكون عندي داء النقرس الاحتمال الاكثر والاغلب هو جاي من الهايبر كونسنتريشن اوف يوريسيميا اللي هي هايبر يوريسيميا، لكن ليس كل ارتفاع يعني داء النقرس، هذه فد معلومة كون نعرفها. كيموثيرابي مثل ما قلنا الأشخاص اللي نستخدم لهم الكيموثيرابي يكون عندهم اليوريك أسيد بالمستوى المرتفع.
Bone marrow disorder such as leukemia اللي هو سرطان الدم خلايا الدم البيضاء. Any disorder in bone marrow lead to increase the concentration of uric acid. Diet high in purine أكيد يعني كل ما take high purine this lead to increase the breakdown of purine into uric acid بالتالي increase the concentration of uric acid inside the blood. Hyperparathyroidism زيادة بالactivity increase the activity of parathyroidism secretion. وكيدني بروبلم اني كيدني بروبلم انا اذا صار عندي كيدني بروبلم اللي هو المفروض عن طريق الجلوم لا يكون فلتر اند ريليز انتو ذا يورين بات اني بروبلم ان ذا كيدني ذس هذه العمليه نوت فلتر اند نوت ريليز انتو يورين سو مور كونسنتريشن ريمينينج ان ذا بلاد بالتالي انكريز الكونسنتريشن اوف يوريك اسيد. Cancer اللي هي الأمراض السرطانية بنوعيها المالجنانت عن البناين الحميدة والخبيثة والبريكلامبسيا اللي هو هذه condition occur in the pregnant woman اللي هو يكون عندي بالhypertension of this woman عندما يرتفع الضغط بالبريكلامبسيا دائما نلقى عنده uric acid increase. هايبويوريسيميا يكون انكمان دائما يعني غير مشهور وشائع لكن في حال حدوثه من احدى الاسباب اللي هي الويلسون ديزيز اللي هو دائما يكون مور اوف كوبر انسايد ذا بلاد دائما طبعا يكون هذا جينيتيك وراثي الويلسون ديزيز يكون دائما الكوبر تو بيلد اب ان يور بودي تيشو يعني دائما الكوبر يبني نفسه بالبلد تشيو العفو البودي تشيو بالتالي يكون عندي ويلسون ديزيز اللي يسبب لي هايبو يوريسيميا اي قلة بانكريز او ديكريز باليوريك اسيد كونسنتريشن. فانكوني سايندروم فانكوني سايندروم هو ديزيز انسايد ذا كيدني هذا يكون ديفكت بالبروكسيمال تيوبيول وقلنا البروكسيمال تيوبيولز هو المسؤول عن ريابسوربانس اوف يوريك اسيد بالتالي هنا يصير اذا كان عندي ديفكت بالفانكوني سيندروم ليد تو ديفكت بالابسوربانس او ريابسوربانس اوف يوريك اسيد كذلك الليفر ديزيز اذا كان فيها بعض الامراض كذلك يؤدي لي الى انه يسبب لي اليوريك اسيد راح يقل وذلك بسبب انه اليوريك اسيد ريموف باي ذا سم يوريك اسيد ريموف باي ذا كيدني باي ذا ليفر از ذا بايل كالاملاح الصفراء كاملاح صفراء يعمل على ازاله اليوريك اسيد كاملاح صفراء لذلك في حال حدوث اني ديزيز ليد تو ابنورمال ان يور ورك بالتالي راح يقل عندها اليوريك اسيد كذلك الليفر هو المسؤول عن metabolism of purine بالتالي راح يقل degradation of purine into the uric acid بالتالي كذلك راح decrease the concentration of uric acid in the blood و diet low in purine إذا أصلا أنا عندي purine inside the body أصلا decrease بالتالي decrease the degradation of purine into the uric acid lead to decrease the uric acid concentration. لهنا ننتهي البارت الأول إن شاء الله أكمل لكم البارت الثاني في الفيديو الثاني.